منح سعد البزاز البطلة البارالمبية نجلة عماد حاملة ذهبية باريس، منحها قلادة الإبداع بدرجة رفيعة بعد أن أثبتت أنها رمز لثبات المرأة العراقية ورسوخ إرادتها. وبرهنت نجلة أن المرأة العراقية عندما تحصل على حريتها تستطيع صنع المعجزات. وقال البزاز إن فوز نجلة بذهبيات بارالمبيات باريس يعد نوعا من الإعجاز، فقد تفوقت نجلة على ذاتها في لحظة تفوقها على الجميع، وصار هذا الفوز علامة فارقة في تاريخ الرياضة العراقية البارالمبية، ليبقى اسمها نبراسا لمن يحيا في زمنها والأجيال التالية. وقال البزاز مخاطبا اللاعب نجلة عماد بالقول: أنت من يصنع الفرح من الألم في حين يبدد سواك ما بين يديه من مظاهر البهجة والسرور. ومنح البزاز اللاعبة نجلة عماد أعلى نوع من قلادة الإبداع الذهبية مع استحقاقها المالي وامتيازاتها المعنوية.